لو ابتدينا نتكلم برضو على الكاركترستكس بتاعت التايم شيفتنج، اوكي، السكيلينج والايفن اود والحاجات دي كلها، اوكي. طبعا لو احنا عندنا سيجنال ديلايد باي ان كابيتال ان، اوكي، بنتكلم بقى دلوقتي على الديلي بدل ما كنا بنتكلم على تاو، بنتكلم على ديلي عباره عن ان سامبلز، اوكي، بنتكلم على انتجر نمبر اوف سامبلز، كويس. فاكس اوف ان ماينس ان هي عباره عن اكس اوف ان شيفتد تو ذا رايت باي ان سامبلز او ديلايد، اوكي، بنتكلم عليها انها ديلايد سيجنال، اوكي. لو عملت نفس الحاجه بس ادفانس بقى، يعني خدت اكس اوف ان بلس ام، بتكلم على ان السيجنال بتاعتي تبقى ادفانسد باي ام، او بتبقى شيفتد تو ذا ليفت باي ام سامبلز. يعني لو كنت راسم الرسمه بتاعت اكس اوف ان بعمل لها شيفتنج تو ذا ليفت باي ام، اوكي. طب لو عندي الريفلكشن بقى، لو عندي اكس اوف ماينس ان، اوكي، كان عندنا قبل كده اكس اوف ماينس تي بنسميها ريفلكتد فيرجن من اكس اوف ان او اكس اوف تي، اوكي. هنا اكس اوف ماينس ان هي ريفلكتد فيرجن اوف اكس اوف ان، اوكي. فنبقى عارفين الديفينيشن بتاع ديلايد وادفانسد وريفلكتد، اوكي، لان احنا برضو ممكن يجي لنا مساله يبقى فيها الديفينيشن بتاع الحاجات دي، يعني نقول لها ديلاي باي 3 او نقول لها ادفانس باي 2، يبقى لازم نكون عارفين الكلام ده معناه ايه كماثيماتيكال اكسبريشن. نفس الكلام برضو اللي هو الديفينيشنز بتاعت الايفن والاود او كلاسيفيكيشن بتاع السيجنال بتاعتنا ان ترمز اوف ايفن اور اود فانكشنز، اوكي. كنا بنقول ان اكس اوف ان، او كنا بنقول زمان ان اكس اوف تي بتبقى ايفن لما يكون عندي اكس اوف تي بتساوي اكس اوف ناقص تي. هنا نفس الكلام هو بالظبط، بنعرف اكس اوف ان انها ايفن، اللي هي ديسكريت تايم سيجنال بتاعتي بنعرفها انها ايفن لو اكس اوف ان بتساوي اكس اوف ماينس ان، يعني لو اكس اوف 1 تساوي اكس اوف ناقص 1، اكس اوف 2 يبقى اكس اوف ناقص 2 وهكذا، اوكي. هنا ما يهمنيش الزيرو، اكس اوف 0 بتساوي كام، اوكي، تبقى زي ما تفرقش خالص. يعني الاكس اوف ان اود معناها اكس اوف ان بتساوي ماينس اكس اوف ماينس ان، اوكي، يعني عكس الاتجاه. يعني لو خدت اكس اوف ان لازم تساوي ناقص اكس اوف ناقص 1، اوكي، يعني يبقى عكس عكس الاشاره الموجوده في الـ في الـ في البوزيتيف ان موجوده في النيجاتيف ان. هنا بقى لو بصينا على الحاله بتاعت ان بتساوي 0 هنلاقي ان ملناش حل غير لازم اكس اوف 0 تساوي 0. ليه بقى؟ لو حطيت هنا اكس اوف 0، يعني حطيت هنا ان بتساوي 0، يبقى معنى كده اكس اوف 0 بيساوي ناقص اكس اوف ناقص 0 اللي هي نفسها الزيرو. يبقى معنى كده بقول لك ان القيمه عند الزيرو بتساوي نفسها بالنيجاتيف، يبقى معنى كده ملهاش حل غير ان القيمه نفسها تكون زيرو. فلازم اكس اوف ان عشان تكون اد لازم يكون الزيرو فاليو بتاعتها، لازم يكون الاكس اوف 0 بتاعتها تساوي زيرو، اوكي. طيب ان جنرال بقى لو عندي فانكشن ما هياش لا كده ولا كده، ما هياش لا ايفن ولا اد، اقدر اعملها ريبريزنتيشن ان ترمز اوف سميشن بتاع ايفن بارت واد بارت، او ايفن كومبوننت واد كومبوننت. الايفن كومبوننت بتاعتي مسميها اكس اي اوف ان، هي عباره عن اكس اوف ان بلس اكس اوف ماينس ان على 2، اوكي. والقيمه اللي هي الاود بتاعتي هي عباره عن اكس اوف ان ماينس اكس اوف ماينس ان على 2. لو احنا جمعنا الاثنين دول مع بعض هنلاقي اكس اوف ان هنا بوزيتيف في نص، واكس اوف ان هنا بوزيتيف ونص، اوكي. مجموع الاثنين دول عباره عن اكس اوف ان، الاكس اوف ناقص ان هنا بوزيتيف في نص، واكس اوف ناقص ان هنا نيجاتيف في نص، فمعنى كده دي هتشتغل مع دي، اوكي. لو بصيت على السيجنال بتاعتي دي اكس اوف ان بلس اكس اوف ماينس ان، لو حطيت ان بناقص ان، اوكي، عشان اشوف هيحصل ايه، عشان احقق الكونديشن ده اشوف ان هي ايفن ولا لا، هلاقي عندي هنا اكس اوف ناقص ان زائد اكس اوف ان اللي هي نفسها نفس الاكس اي اللي انا كنت معرفها من الاول، فمعنى كده ان فعلا الترم ده هيطلع ايفن. طب الترم دوت، الترم دوت لو حطيت ان بناقص ان هيبقى عندي اكس اوف ناقص ان، اوكي، ناقص اكس اوف ان، اوكي، وهو نفسه النيجاتيف بتاع الحاجه اللي كانت موجوده، النيجاتيف اكس اود اللي انا كنت حاططها، فمعنى كده ان ده فعلا الجزء ده فعلا يعتبر اكس اود. فمعنى كده ان اي سيجنال في الدنيا، اي سيجنال موجوده عندي اقدر افصلها لتو كومبوننتس، واحده ايفن واحده اود، اوكي. فيبقى اكس اي بلس اكس او، اوكي، اكس ايفن بلس اكس اود. ده الكلام ده جنرال لاي سيجنال، اوكي. احنا بنتكلم على الجزء بتاع الديفينيشن بتاع ايفن اور اود، ده حالات خاصه، انما ان انا اخد سيجنال اقسمها او اعمل لها دي كومبوزيشن لايفن كومبوننت واد كومبوننت، ده لاي سيجنال. كمثال على كده لو انا خدت سيجنال عباره عن اكس اوف ان بتساوي 4 ماينس ان لما 0 اقل من او تساوي ان اقل من او تساوي 4،
وزيرو اذروايز. دي سيجنال عباره عن لما ان بتساوي 0 هتلاقي بتساوي 4، لما ان بتساوي 3 هتلاقي بتساوي ان بتساوي 1 هتلاقي بتساوي 3، ان بتساوي 2 هتلاقي بتساوي 2، وهكذا تفضل تنزل كده لغايه لما تبقى 0 لما ايه ان بتساوي 4. لو انا جيت بصيت عليها كده، هل هي ايفن ولا اد؟ طبعا كون انها فاينايت سبورت بالشكل ده كده، فاينايت سبورت كمان في البوزيتيف سايد، يبقى معنى كده لا هتكون ايفن ولا هتكون اد. اوكي، مش ممكن الاقي x of ناقص n تساوي x of n ولا تساوي x of ناقص n، فمعنى كده السيجنال دي ما هياش لا ايفن ولا اد. طب عايز احسب لها ايفن كومبوننت واد كومبوننت. ايفن كومبوننت باي ديفينيشن هي عباره عن 0.5 x of n plus x of minus n. هتجيب بقى السيجنال دي وتحسب لها x of ناقص n هتساوي كام، ونجمع الحاجتين على بعض بكل بساطه. اوكي، نفس الكلام بالظبط هنا، لو انا بجيب الاكس اوت بتاعتي هتبقى عباره عن 0.5 اكس اوف ان ماينس اكس اوف ماينس ان. اوكي، نفس الكلام بعمله بالظبط، والاقي برضو ان انا عندي الحاله المهمه جدا اللي انا بتشيك على الحل بتاعي بيها، ان انا اتاكد ان ان بتساوي 0 عندها قيمه بتساوي 0، لان لو هي مش ب 0 يبقى عندي مشكله. يعني عندنا في الاكس ايفن ما عندناش مشكله ان بتساوي 0 دي يبقى القيمه بتاعتها اي قيمه، يعني الاربعه دي ممكن تبقى اي حاجه وما تفرقش معانا. انما هنا دي لازم ضروري جدا عشان السيجنال بتاعتي تبقى اود، لازم القيمه دي تساوي 0.